مساء الخير. دم التنين شجرة من أغرب أنواع الشجر بالعالم، تنمى بالأرض الصخرية والأماكن العالية ومنتشرة بجزيرة سقطرة اليمنية وجبال سلطنة عمان. تتحمل الجفاف بشكل كتير كبير لقدرتها على تخزين الماء لسنين طويلة. الطقس لبكره بلبنان عم بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره، وبنبقى هلا بجوله على معدل درجات الحراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنروح سوا الى شمال لبنان وتحديدا الى عكار اللي عم بتسجل 31، طرابلس 29، جبال 29، بيروت 30، ننتقل الى صيدا 29، النبطيه 27، زحلة 25، لوين زحلة؟ بعلبك 28، والهرمل 30. الرطوبة بتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. أما كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ منشوف سوا. لليلة 25 أقصاها 34، نهار تنين بتتراوح بين 25 و35، والتلاتة بين 26 و35 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الرياض 31، الدوحة 37، صنعاء 21، الرباط 24، الجزائر 21، برلين 18، روما 21، وأتينا 27. وهيدا كان كل شيء. باي.